شهدت شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مظاهرة مطالبة بوقف الإبادة الجماعية على غزة. ورغم اعتقال متظاهرين داعمين للقضية الفلسطينية أمس خارج البرلمان، خرج آلاف المتظاهرين اليوم إلى وسط المدينة مطالبين بوقف إطلاق النار. من الدنمارك إلى السويد، حيث واصل آلاف المتظاهرين في مدينة مالمو رافضين الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على شعب غزة.